ناخد شريف شعبان نطمنكم على الاهلي. عارف ان الاهلي في يعني اهتماماتكم الاولى. زميل عزيز شريف شعبان، اهلا وسهلا بيك. انا بيك كتميه، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. اكيد الجماهير عايزين يطمنوا على المباراه، ازاي كانت شكلها؟ لعبت على 3 اشواط، اللعيبه اللي لعبوا، انتهت النتيجه كام؟ طمنا بشكل عام قبل ما ندخل في تفاصيل صغيره. يمكن المباراة مستمرة إلى الآن، يمكن مستر لاتاركي مقسم المباراة نص ساعة 4 أشواط، نصف ساعة نصف ساعة، نلعب في آخر نصف ساعة ما زالت النتيجة 0-0. يمكن هو بدأ في حراسة المرمى بعلي لطفي، وأمامه 2 سيرت باكين، محمد عبد المنعم مواليد 99 ورامي ربيعه، وعلى اليمين كان باسم علي، وعلى الشمال كان معلول، ولعبه تندي في الدارين هشام محمد وعربي بدري مواليد 2001، وعمومه 3 محمد شريف وعجاييه وحسين الشحات، وفي الهجوم عمرو جمال. وبعد كده هو بدا يعمل تغييرات، يمكن نزل محمود وحيد مكان معلول، نزل احمد فتحي مكان باسم علي. يعني يا شريف، يعني كابتن شريف، دول لعبوا اول نص ساعه التشكيله دي. لعب اول نص ساعه، ويمكن محمد شريف وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه لعبوا ساعه. تمام. بص يا كابتن ميدو، هو عامل قياسات في فتره الاعداد، فمدي كل لعيب على حده حسب قياساته. تمام. في لعيب خد نص ساعه، في لعيب خد ساعه، في لعيب خد اكتر من ساعه، يعني الراجل مقسم قياساته. يمكن دلوقتي نلعب في اخر نص ساعه، يمكن شايف في حراسه المرمى مثلا احمد طارق سليمان، شايف البكراي محمد هاني، معظم اخر نص ساعه من الناشئين. يمكن الفرقه الاهلي بيلعبها فرقه منظمه لحد ما، فرقه واقفه على رجليها كويس جدا، شكلهم منظم في الملعب. الاهلي ضيع اجوان كثيره، ولكن ما يهمناش موضوع الاجوان، احنا اللي يهمنا بس ظهور التكتيك بتاع مستر لاتاركي في الملعب، تغييراته كثيره، الناس بتادي ولا ما بتاديش، الفكره بتاع الراجل، لا الكل بيادي. ممكن ظهر في اول نصف ساعه العربي بدري بشكل ملفت الصراحه، لفت جميع انظار المتابعين هو في المباراه، لعيب مواليد 2001، ديفندر عنده ثقه في نفسه، البساطه طالعه من رجليه سليمه جدا، السيرد باك محمد عبد المنعم اللي لعب حوالي ساعه، لا مستقبل الدفاع في النادي الاهلي. طبعا علي لطفي حارس كبير، يمكن ما اختبرش ولكن الثقه في كوره راحته، بس قدر يجمعها بكل ثقه كبيره. يمكن النادي الاهلي الشكل مطمئن، يمكن كل لعيب على حده الشكل مطمئن، ما فيش اجوان لكن ضيعوا فرص كثيره، لكن يعني مطمن جماهير النادي الاهلي، لا النادي الاهلي جاي، اول وديه في فتره الاعداد، يمكن بتبقى يمكن راجل بيجرب افكاره بيشوف فتره الاعداد، فبطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، لا الجاي احسن باذن الله. اكيد طبعا. وكمان يعني احنا بنتكلم على فريق المتحده، وبيلعب في قسم الدرجه الكام؟ هو شركات ايه بيبقى لامم طبعا لعيبه من الانديه الممتاز بيه مع الدوري الممتاز، فهي نادي شركه، ولكن اللعيبه اللي بتلعب دي مش ممكن يكون شركات، دول كلهم لعيبه انديه ممتاز بيه ودوري ممتاز، ولكن شكلهم منظم في الملعب. يعني كويس، بيلعبوا 4-4-2، منظمين جدا، بيطلعوا بيتحركوا، لا يعني انا لفت انتباهي نظامهم في الملعب وشكلهم في الملعب، بتدل ان فرقه كبيره، يعني فرقه ممتاز بيه من الفرق الكبار كمان، يعني ما تتخدع في الاسم، ولكن المستوى في الملعب لا حاجه محترمه، حاجه مشرفه يعني. كويس. انا كنت بكلمك علشان تقيس امكانيات لعيبه النادي الاهلي او الناشئين بقوه الفريق اللي بيلعبوه، عشان كده خلاص تمام، احنا بنطمن الناس كمان ان هي فرقه محترمه، فرقه واقفه على رجليها زي ما انت بتقول، مجموعه من اللاعبين المميزين بصرف النظر عن اسم الفرقه ايه. لكن خلينا نتكلم في جزئيه القياسات اللي اتكلمت فيها، اتفضل قول. لفت نظري يا كابتن ميدو ان الفيرود بتاعهم مثلا بدا بحرس الحدود، بيقولوا لي من كام يوم، طبعا الحرس مثلا ياخد لعيب من عندهم، لا القصه، لا الفرقه شكلها كويس. القياسات اكيد مستر لاتاركي بيمتاز ان من مدرسه المدربين اللي بتحب تدخل الكوره كتير في فتره الاعداد، يمكن الراجل استخدم وسائل التقنيه الحديثه في العالم كله في القياسات، يمكن احد اجهزه النادي الاهلي وفروا الاجهزه اللي هو محتاجها، وعمل قياسات على اعلى مستوى، وقدر يقيس كل لاعب على حد. يعني مثلا نقول مثلا حسين الشحات واصل 60%، مش عارف علي معلول 70%، علشان كده انا بكلمك عشان نفهم الساده المشاهدين او اللي بيسمعونا، طبعا هم دلوقتي خلاص ما شاء الله كله فاهم، كله كبيره وصغيره. حسين السيد بيسلم عليك الاول على الهواء. مين؟ حسين السيد القادم. سلم عليه. معمول له برنامج وبينفذه. سلم عليه كتير. حسين مفاجاه النادي الاهلي فتره مقبله باذن الله. مارسيلو بتاعنا. مارسيلو طبعا لاعب كبير. الراجل شغال علمي جدا، مدرب الاحمال مع النادي الاهلي، يمكن شغله بامانه وجهاز كله طبعا شغله باين، القياسات كلها، كل لعيب كان معمول له قياسات، فكل لعيب عارف كان هيلعب قد ايه، نص ساعه على ساعه قوي. تمام. خلينا ناخدها جزئيه يا شريف. يعني دلوقتي بعد القياسات ما طلعت، فمحتاجين ندي لكل لعيب وقت معين في المباريات الوديه، فهو بيعمل الكلام ده دلوقتي. مظبوط بيعمله عشان كله يوصل في الاخر لفورمه واحده.
مظبوط، هو حافظ على نهايه فتره الاعداد، على هو بيلعب النهارده مباراه وديه، وفي اسبانيا ثلاث مباريات وديه، بعد نهايه الاربع مباريات يكون المستوى كله بقى متقارب بين اللاعبين علشان يحط التشكيل الامثل فيما هو قادم بعد كده اهو. جميل جميل جدا. التشكيل اللي هتلعب دلوقتي مين يا شريف؟ التشكيل معظمها من الناشئين، يمكن في حراسه المرمى زي ما قلت لك احمد طارق سليمان، ويمكن على البقرايت يمكن محمد هادي موجود، ويمكن حمودي شايفه هو في الامام، والباقي كله من ناشئي نادي الاهلي. تمام تمام. عندك اي حاجه عايز تضيفها؟ عاوز اضيف لك ان بكره باذن الله اجازه، يوم الجمعه باذن الله 9 الصبح التمرين، هيصلوا الجمعه ويتجهوا الى مطار القاهره عشان يسافروا اسبانيا. بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي باذن الله، باذن الله فتره الاعداد اللي باينه قويه جدا مع الراحه اللي الاهلي خدها بعد فتره كبيره جدا ما كانش خد فيها راحه، ان باذن الله الموسم الجاي باذن الله يكون موسم خير على النادي الاهلي، وباذن الله يحصد جميع البطولات زي ما الاهلي معودنا الفتره الاخيره. يا رب يا شريف، وان شاء الله اكيد القناه هتذيع هذه المباراه بعد انتهاء الهواء مباشره ان شاء الله. طبعا خاص وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي، هتكون المباراه مساء على طبعا المباراه بتسجل حالا، وبعد انتهاء المباراه باذن الله بالليل هتكون بتتذاع على شاشه الاهلي حصري. شريف شعبان زميلي العزيز، شكرا جدا جدا، ودايما مميز في كل حاجه بتعملها بصراحه، شكرا جدا ليك.